روسيا توجه رسالة عاجلة إلى المغرب واجتماع عاجل في روسيا والسبب مفاجئ. مرحبا، معكم بالبيس باسل شيك. ان شاء الله تكونوا بخير جماعة وبصحة وسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف الرسالة التي ارسلتها روسيا منذ ساعات معدودة الى المغرب وماذا جاء فيها، وايضا عندنا موضوع هام اجتماع غير مسبوق في روسيا، فما هي القصة؟ قبل ما ننتهي الفيديو لا تشتركوا بقناة، فعل زر الجرس عشان تضل دائما توصل، تحط لايك جماعة، خلي الفيديو ينتشر، خلينا بشر صح. قبل ما نبتدي الفيديو شوفوا هاي الصورة يا جماعة. شو القصة؟ مشروع كبير وغير مسبوق. هذا المشروع سمي بمشروع الفرعوني. هذا المشروع هو مشروع سد فاسق بإقليم كلميم الذي سوف يكون أكبر السدود في المغرب، الذي سوف تبلغ الحقينة دياله حتى أكثر من 80 مليون متر مكعب، وتكلفة بلغت حتى 1.5 مليار درهم. أما نسبة الأشغال وصلت 75%، وتدشين دياله على حساب القائمين على هذا المشروع الذين جميعهم شباب مغاربة مهندسين تقنيين، وكل واحد تخصص دياله سوف يكون واجد بنهاية سنة 2023 بعدما أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاق المشروع وبناؤه سنة 2018. هذا السد سوف يحمي مدينة كلميم من الفيضانات وتغذية الفرش المائية، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية والتنمية الفلاحية بالمنطقة. سد فاسق بإقليم كلميم يسمونه البعض بالفرعوني. هذه كانت آخر تطورات هذا السد الذي وصلت أشغاله ل 75%. ما شاء الله على إنجازات المملكة المغربية، ومن مشروع إلى مشروع، من نجاح إلى نجاح. هل انتهى الموضوع عندهم؟ الجواب هو لا. الرباط تقترب من احتضان السوبر الأفريقي. أكدت مصادر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هناك توجهاً لإقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الوداد الرياضي بطل دوري أبطال أفريقيا ونهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية في الرباط. وأوضحت المصادر نفسها أن الحسم في مكان وموعد مباراة كأس السوبر الأفريقي سيكون خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للكاف الشهر المقبل على هامش نهائيات كأس أمم أفريقيا للسيدات التي يحتضنها المغرب أيضا. وتدافع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تمسكها بإقامة مباراة السوبر الأفريقي في الرباط بما أن الطرفين اللقاء فريقان من المغرب، وعلى هذا الأساس الرباط تقترب من احتضان السوبر الأفريقي. ودعونا أيضا ننتقل إلى احتفال جديد ينتظر الوداد من الكاف، حيث أكدت المصادر داخل الوداد الرياضي أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف يستعد للإعلان في غضون الساعات القليلة القادمة على تتويج الوداد كأحسن فريق على الصعيد الأفريقي لموسم 2022. وأضاف المصدر أن الكاف سيتوج لاعبين من الوداد وهم أشرف داري كأحسن مدافع، والتي يستحقها بكل جدارة واستحقاق لما أبان عليه هذا الموسم من إمكانيات كبيرة، يضيف المصدر. وقال نفس المصدر ذاته أن زهير المترجي سيتوج كذلك كأحسن مهاجم هذا الموسم على صعيد دوري أبطال أفريقيا. للإشارة، في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختار الحارس رضا التكوانتي أول أمس كأحسن حارس في دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم. هذا ما تم الإعلان عنه منذ ساعات معدودة. هل انتهى الموضوع عندهم؟ الجواب لا. إعادة انتخاب المغرب بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل. أعيد انتخاب المملكة المغربية رسميا اليوم بنيويورك لولاية ثالثة على التوالي
عضوا في لجنة حقوق الطفل 2023-2027 في شخص السيدة هند الأيوبي الإدريسي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بمناسبة الاجتماع 19 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وأبرز المصدر ذاته أن هذا النجاح يشهد على المصداقية التي تحظى بها جهود المملكة المغربية في مجال حماية واحترام والنهوض بحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الطفل التي يحيطها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باهتمام خاص. وأضافت المصادر أن نتيجة هذا الترشيح تعكس مرة أخرى ثقة المجتمع الدولي في الكفاءة والخبرة التي يقدمها المغرب لمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك وجاهة استراتيجية المملكة التي تهدف وفقا للتوجيهات الملكية السامية إلى تعزيز تواجدها داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وأكد البلاغ أن هذه الولاية الجديدة ستمكن الخبرة المغربية من مواصلة العمل الذي بدأته من أجل تعزيز شمولية حقوق الطفل ومتابعة اتفاقية حقوق الطفل وأساليب عمل اللجنة، وهي المعاهدة التي تم التصديق عليها على نطاق واسع بين الصقوق القانونية الدولية لحقوق الإنسان. هذا ما أعلنت عنه الأمم المتحدة منذ ساعات معدودة، تم ترشيح المغرب لولاية سادسة. هل انتهى الموضوع عند هون؟ إيش جابه؟ لا، بفضل الاستراتيجية الصناعية المغرب أصبح حاضرا في خطط كبريات الشركات العالمية. أصبح المغرب في ظرف وجيز قبل للاستثمارات الأجنبية ومحط اهتمام كبريات الشركات الصناعية العالمية، سواء في مجال صناعة السيارات أو الطائرات. وزادت هذه الجاذبية خلال سنة 2022 مع عودة الانتعاش الاقتصادي الوطني والعالمي. وفي هذا الصدد قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم منذ الساعات معدودة إن المغرب يحظى اليوم بجاذبية غير مسبوقة لرؤوس الأعمال الصناعية الخارجية والداخلية. وأضاف مزور في مجلس النواب أن هذا المخطط عرف نجاحات مهمة أبرزها وضع المغرب في الخارطة العالمية للصناعة، مشيرا إلى أنه بفضل مخططي التسريع الصناعي والإنعاش الصناعي أصبح المغرب حاضرا في خطط كبريات الشركات الصناعية العالمية. وأفاد بأنه يتم العمل حاليا على إعداد استراتيجية صناعية طويلة المدى تأخذ بعين الاعتبار مخرجات النموذج التنموي الجديد. وفي النهاية أكد الوزير أن الحكومة معبأة بكافة قطاعاتها المعنية من أجل تشجيع الصناعة الوطنية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنها بصدد إخراج مرسوم جديد خاص بالطلبيات العمومية من أجل تشجيع وتحسين المنتوج الوطني. كما أشار مزور إلى أن عدد المشاريع المقدمة ضمن بنك المشاريع بلغ 1065 مشروعا ستساهم في إحداث حوالي 250 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بغلاف استثماري يبلغ 42 مليار درهم، ورقم معاملات متوقع يفوق 120 مليار درهم، مؤكدا أنه يجري تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع في كل أنحاء المملكة. وشدد على أن الحكومة معبأة أيضا من أجل تحقيق العدالة المجالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار سيراعي مبدأ الإنصاف من خلال تخفيض كلفة الاستثمار ومؤسسة الدعم الذي سيصبح أقوى في المناطق ذات جاذبية الاستثمار الأضعف ومعدلات البطالة المرتفعة. هذا ما أعلنت عنه المصادر منذ الساعات معدودة. رسميا المغرب اليوم أصبح حاضرا في مخطط كبريات الشركات العالمية. هل انتهى الموضوع عند هون؟ إيش جابه؟ لا، روسيا والمغرب. عجل، روسيا توجه رسالة هامة وغير مسبوقة، والمغرب يؤكد مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ 2022، وبوتين يقول سنحافظ على التعاون.
والضيوف في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حيث قال أن الاقتصاد الروسي سيواصل مساره نحو الانفتاح والتعاون الدولي الواسع. وجاء في الرسالة التي تم نشرها على موقع الكرمن على الانترنت: إنني مقتنع بأن سنوات 2020 ستصبح بالنسبة لروسيا فترة لتعزيز السيادة الاقتصادية، والتي تنص على تسريع تطوير بنيتها التحتية وقاعدتها التكنولوجية وزيادة النوعية على مستوى تدريب المتخصصين، فضلا عن تشكيل نظام مالي مستقل وفعال في الوقت نفسه. سيعتمد الاقتصاد الروسي بشكل متزايد على المبادرة الخاصة، وبالطبع سيحافظ على مسار من الانفتاح والتعاون الدولي الواسع. هذا وستقام النسخة 25 للمنتدى في مدينة سان بطرسبرغ في الفترة الممتدة ما بين 15 و18 يونيو الجاري. هذا وأكد ممثلو 69 دولة بما في ذلك أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، اليابان، الصين، الهند مشاركتهم، والهند مشاركتهم في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في عام 2022. وهتف البيان أنه أكد ممثلون من 69 دولة ومنطقة بالفعل مشاركتهم: بنغلاديش، بلجيكا، بنين، بلغاريا، بوركينا فاسو، بريطانيا، المجر، فنزويلا، غانا، ألمانيا، هونغ كونغ، الصين، اليونان، الدنمارك، مصر، إسرائيل، الهند، الأردن، إيران، إيطاليا، اليمن، كازاخستان، الكاميرون، كندا، وقطر، وكينيا، قرقستان، الصين، كولومبيا، الكويت، وأيضا لوكسمبورغ، وموريتانيا، ومالطا، والمغرب، والمكسيك، ومولدوفا، ملكوا، منغوليا، نامبيا، نيجيريا، هولندا، النرويج، الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، وجمهورية بيلاروسيا، وجمهورية قبرص، رومانيا، أمريكا، المملكة العربية السعودية، وصربيا، وسوريا، سلوفانيا، سيراليون، تايلاند، تركيا، أوزبكستان، أوكرانيا، فنلندا، فرنسا، سويسرا، السويد، واليابان. المغرب يؤكد مشاركته في منتدى سان بطرسبرغ 2022، وبوتين يصرح سنحافظ على التعاون. زي ما أفادت به المصادر منذ ساعات معدودة، وهذا هو الاجتماع المعلن عنه. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إن المغرب. يا سادة واسمك كل حبك. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام: أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك، يحيى الوطن، يحيى الملك، يحيى الوطن.